تتابعونا في نشرتنا أيضا. بعد انفجار تسبب بمقتل وإصابة عمال، السليمانية تغلق مصنعا للصلب وتحيل مالكه للقضاء. وذو المفقودين في بحر إيجا يطالبون حكومة كردستان متابعة مصير أبنائهم. والمسؤولون في ماريوبول يرفضون إنذار الاستسلام الروسي. وكوريا الشمالية تختبر منظومة أسلحة لتحسين كفاءة السلاح النووي التكتيكي. والأمطار تعيق جهود الإغاثة بعد فيضانات جنوب أفريقيا.